حلو بأن واحد يعني يتكلف ويكون هيك قريب، يحس نفسه قريب من الله تعالى. ونقتدي بفاطمة الزهراء عليها السلام ورقية عليها السلام. يعني أنا من لبسته يعني حسيت بشعوري، وجهي تغير، طبعي تغير، يعني صرت كلش حلوة من هذا الحجاب اللي لبسته. اللي كلش بتمن تكلي لعباس عني يكون بنت المرجعية، اللي كلش اسمك تكلي لموجود مشروع الورود الفاطمية. رحلة مليئة بالجمال والأسرار.